النهارده جايب لك نسخه جديده لفوفون جاجا، النسخه الذهبيه، اخف نسخه ممكن اللي انت تستخدمها مع تفعيل وتركيب روت ماجس وداعم لخدمات جوجل بلاي، وتقدر اللي انت تستخدم عليه اي تطبيق يحتاج لصلاحيه الروت. بس طالب منك طلب صغير يا صديقي قبل ما نبدا الشرح، تنزل في الكومنتات صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعمل لايك واشتراك في القناه لو انت ما انتش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد. هسيب لك رابط الادوات المستخدم في الشرح في اول تعليق مثبت لايما في صندوق الوصف. قبل ما ندخل في الشرح، في تطبيق هينزل على القناه خلال الايام الجايه، هتقدر من خلاله تشغل عليه جميع الالعاب اللي انت عايزها، زي لعبه ببجي موبايل وفري فاير، وكمان تلعب بيس 25، ولو التليفون بتاعك ضعيف 32 بت وكمان الرامات بتاعته 2 جيجا رام، هتقدر من خلاله اللي انت تشغل جميع الالعاب اللي انت عايزها. تابعونا وانتظرونا خلال الايام الجايه، ويلا بينا ندخل على الشرح. يلا بينا. اول حاجه كده يا صديقي، هتبدا تروح على مدير الملفات الخاص بالجهاز بتاعك، وبعد كده هتوصل للمكان اللي انت حملت فيه النسخه. بعد كده هتظهر معاك بنفس الشكل ده بملف مضغوط، هتبدا اللي انت تضغط عليها، وبعد كده هتضغط على كلمه استخراج. هنا هيبدا اللي هو يستخرج لك الملف بنفس الشكل ده. بعد كده يا صديقي هتبدا اللي انت تثبت التطبيق. التطبيق امن على جميع الهواتف الاندرويد. بعد ما ينتهي من عمليه التثبيت، هتبدا تضغط على كلمه تم، وبعد كده هتبدا اللي انت تطلع من هنا، هتلاقي تثبت معاك بنفس الايقونه ديت. هنروح نفتحه. الجميل والمميز في النسخه ديت اللي هي بتدعم التشغيل باللغه العربيه. بعد كده هيظهر معاك بنفس الواجهه ديت، هتبدا ان انت تختار اول اختيار. بعد كده يا صديقي هيجيب لك الواجهه الثانيه ديت، هتبدا ان انت تسحب كده، وبعد كده هتبدا ان انت تضغط على كلمه ادخال لفيفون جاجا. هتضغط عليها، يبدا يجيب لك الصلاحيه ديت، هتبدا ان انت تضغط هنا على كلمه شغله. وبعد كده يا صديقي هيطلب منك العرض فوق التطبيقات الاخرى، هتبدا ان انت تشوف الايقونه الخاصه بالتطبيق فين، وبعد كده هتبدا ان انت تفعل لها الاختيار ده، وبعد كده هترجع خطوه للخلف. وبعد كده يا صديقي هتبدا ان انت تضغط على كلمه للتصاريح، هيظهر لك الرساله ديت، هتبدا اللي انت تدي له جميع الصلاحيات بتاعته علشان ما يعملش معاك اي مشكله. هيجي لك الاذن ده يا صديقي، هتبدا اللي انت تضغط على كلمه منح في وقت لاحق. بعد كده هيبدا اللي هو يفتح معاك، والنسخه ديت من اخف النسخ اللي انت تقدر اللي انت هتستخدمها على التليفون بتاعك، وكمان الحجم بتاعها قليل جدا. بعد ما ينتهي من عمليه التثبيت، هيبدا يفتح معاك بنفس الشكل ده، هتبدا اللي انت تمشي ورا الارشادات بتاعته زي ما انتم شايفين كده يا اصدقائي. بعد كده هيبدا اللي هو يفتح معاك بنفس الواجهه ديت، وزي ما انتم شايفين عندي هنا خدمات جوجل بلاي، وتقدر كمان اللي انت تركب عليه روت ماجس. واهم حاجه هنبدا اللي احنا نعملها مع بعض دلوقتي يا اصدقائي، اللي احنا هنبدا اللي احنا نعمل الاعدادات المهمه علشان يشتغل معاك، وفي شويه تريكات كده او شويه معلومات هعرفها لك علشان تاخد منه افضل اداء ممكن، وتقدر كمان اللي انت تخصص الروم ده للالعاب فقط، وهقول لك ازاي دلوقتي. بعد كده هنطلع من هنا، وبعد كده هنروح على السيتنج. هيبدا يفتح معاك بنفس الشكل ده، وزي ما انا بقول لك هو الجميل والمميز في النسخه ديت انها بتدعم اللغه العربيه. هنبدا اللي احنا نروح على اعدادات الفالكون، هتضغط عليها كده، وبعد كده هتبدا اللي انت تفعلها، تتفعل معاك بنفس الشكل ده. هنا يا صديقي في كل مره هتبدا اللي انت تفعل اختيار، هيطلب منك اعاده تشغيل، بس احنا هنا هنقول له اعاده للتشغيل لاحقا علشان في اختيارات ثانيه هنبدا اللي احنا نفعلها دلوقتي. هنبدا اللي احنا نطلع من هنا، وبعد كده يا صديقي هنروح على اعدادات الماجسك، هتبدا اللي انت تضغط عليها، وبعد كده هتضغط على كلمه تمكين اللي فوق ديت علشان تقدر اللي انت تركب روت ماجستك على الروم. هبدا ان انا اضغط على كلمه اعاده تشغيل لاحقا، وبعد كده هطلع من هنا. وهنا يا صديقي عندك هنا هتروح على اعدادات العرض، تقدر يا صديقي اللي انت تظبط الاعدادات بتاعت الروم توصلها لغايه 120 فريم، ما عندكش اي مشكله. بس هنا يا صديقي لازم تاخد بالك من النقطه ديت، خليه على حسب الامكانيات بتاعه التليفون بتاعك علشان يبقى كويس معاك في تشغيل الالعاب. وهقول لك برضك على حاجه مهمه في نقطه تشغيل الالعاب ديت، هنتكلم عليها في الاخر، تابع معايا الشرح. عندك هنا يا صديقي عرض الاف بي اس اللي هو الحاله، هتبدا ان انت تفعله، هتروح على كلمه 60 ديت. الروم ده بيقبل من 10 فريم لغايه 144 فريم. انا هنا يا صديقي التليفون اللي انا بشرح لكم من عليه بيقبل ال 90 فريم، فهكتب هنا 90 فريم، وبعد كده هضغط على كلمه اوكي، وهنا هعمل اعاده تشغيل لاحقا، وبعد كده هرجع خطوه للخلف. بعد كده يا صديقي لو لقيت خدمات جوجل بلاي مش شغاله معاك، هتروح على اعدادات الجي ام اس، هتضغط عليها. لو لقيت الاختيار ده مش متفعل معاك، هتبدا اللي انت تفعله. بعد كده هنروح نفعل الجدران اللي هو الروت المستخدم الخارق علشان نقدر اللي احنا نركب روت ماجستك، وبعد كده هنبدا اللي احنا نفصل الاختيار ده علشان بعد كده نستخدم روت ماجستك بس. بعد كده هعمل هنا اعاده تشغيل لاحقا، وبعد كده هرجع خطوه للخلف. عندك هنا اعدادات التنقل، هنا يا صديقي تقدر اللي انت تتحكم في الازرار او طقم الازرار اللي بتظهر هنا، وده اختيار مش مهم، ده حاجه ترجع ليك انت. عندك هنا وكيل الشبكه، تقدر كمان اللي انت تضيف اي بهات، والاختيار ده بصراحه انا لغايه دلوقتي ما جربتوش. تقدر يا صديقي اللي انت تدخل الاي بي الخاص بالراوتر بتاعك، وكمان الاسم والباسورد هيبدا اللي هو يشبك معاك، وديت ميزه جميله جدا، هي موجوده من زمان بس انا ما شرحتهاش قبل كده علشان الكلام بيبقى باللغه الصينيه. بعد كده عندك هنا اعدادات المستشعر،
المستشعر. المستشعر ده اللي هو الجيروسكوب. لو عايز اللي انت تفعل الجيروسكوب داخل التليفون بتاعك وهو بيدعم الكلام ده، هتبدا اللي انت تفعل الاختيارات دي، تقدر اللي انت تتمكن من الاعداد ده. بعد كده يا صديقي هتروح على اعدادات الهاتف، ودي حاجه مهمه جدا عندك هنا، تقدر اللي انت تغير الماك والايمي وكمان رقم التليفون. هو هنا كاتب لك رقم تليفون وهمي. بعد كده هنروح هنا بقى لاهم نقطه، والاعداد ده مهم جدا جدا للناس اللي بتحب تلعب الالعاب القويه داخل الروم ده. بعد كده هنروح هنا على طراز الهاتف. عندك هنا يا صديقي تقدر اللي انت تغير فيه معلومات التليفون بتاعك وكمان توهم اللعبه اللي انت بتلعب بتليفون فلاجشيب. بعد كده يا صديقي هتضغط على اول اختيار، هتلاقي عندك هنا مجموعه كبيره من التليفونات. هبدا ان انا اختار اعلى اسم تليفون زي ما انتم شايفين كده، وليكن انا هختار الجهاز ده. وهنا يا صديقي هتبدا ان انت تنزل لتحت شويه، هتروح على كلمه السي بي يو، هتبدا ان انت تضغط على الاختيار ده، وهتختار هنا الاختيار اللي في الوسط، هيبدا اللي هو يجيب لك اعلى معالج موجود معاك. بعد كده يا صديقي زي ما انتم شايفين هو غير لي هنا المعلومات، وبعد كده هتبدا ان انت تضغط على كلمه حفظ، وهنا هتبدا ان انت تعمل اعاده تشغيل علشان كل الاعدادات اللي احنا عملناها ديت تشتغل معاك بدون ما تواجه اي مشكله. هيفتح معانا مره ثانيه بنفس الشكل ده اصدقائي، وزي ما انتم شايفين عندك هنا سوبر يوزر او روت المستخدم الخارق نزل معاك بنفس الشكل ده، يعني الجهاز دلوقتي عليه روت، تقدر ان انت تستخدم الروت ده ما عندكش اي مشكله. طيب لو انت حابب ان انت تركب روت ماجيسك تابع معايا الشرح. بعد كده يا صديقي هنروح على كلمه فايل ترانسفير، وهسيب لك ادوات الروت ديت تقدر ان انت تستخدمها يا صديقي معاك على التليفون بتاعك. وعندك هنا في الاختيار ده يا صديقي بيجيب لك التطبيقات اللي متثبته على التليفون بتاعك، تقدر ان انت تنقلها داخل الروم ما عندكش اي مشكله. بس هنا يا صديقي لازم تحول لغه التليفون بتاعك للغه الانجليزيه علشان البيانات او اسماء الالعاب او التطبيقات اللي متثبته عندك تظهر معاك هنا. بعد كده هنروح على الاختيار ده يا صديقي، وبعد كده هتروح على دليل الجدران، هيبدا اللي هو يفتح لك مدير الملفات الخاص بالتليفون بتاعك. وهنا هنروح على كلمه داونلود، وبعد كده عندك هنا فولدر اسمه ادوات الروت، بقول لك انا هكون سايب لك الرابط بتاعه، تقدر اللي انت تحمله وتستخدمه على التليفون بتاعك. هبدا اللي انا ادخل عليه كده، وعندك هنا جميع الاصدارات او جميع التطبيقات اللي انت تقدر تستخدمها على الروم وتشتغل معاك وتفعل بقى الروت بتاعك، وتقدر كمان اللي انت تستخدم الاكس بوزت والجيم جاردن ما عندكش اي مشكله، دول اللي هيبقوا موجودين معاك. بعد كده يا صديقي انا هختار النسخه ديت، عايزك تاخد بالك من النقطه ديت علشان انا جايب لك هنا نسختين، ممكن النسخه الاولى دي تشتغل معاك عادي وممكن ما تشتغلش، تبقى تستخدم النسخه اللي بعد منها. بعد كده يا صديقي انت هنا هتضغط على اختيار واحد، وبعد كده هتضغط على كلمه يستورد اللي في الاسفل، هيبدا اللي هو يثبته لك بنفس الشكل ده، لازم تنتظر لغايه لما ينتهي من عمليه التثبيت. بعد ما انتهى من عمليه التثبيت هبدا ان انا اثبت تطبيق روت اتشكر علشان اعمل بي تيست واشوف هل الروت شغال معايا ولا لا. بعد كده هبدا ان انا اطلع من هنا زي ما انتم شايفين كده يا اصدقاء، هرجع للخلف، هرجع كده وهبدا ان انا ارفع من تحت لفوق، هتلاقي عندك هنا تطبيق ماجستيك اتثبت معاك وكمان تطبيق روت اتشكر اتثبت معاك. طيب نفعل الروت ازاي؟ هبدا ان انا اضغط على تطبيق ماجست، هيبدا اللي هو يفتح معاك بنفس الواجهه ديت، هتبدا ان انت تضغط على كلمه انستول اللي فوق ديت يا صديقي، وبعد كده هتبدا ان انت تضغط على كلمه نيكست اللي فوق ديت، هيبدا اللي هو يجيب لك اختيارين، هتختار الاختيار الاخير علشان الاختيار ده بينص اللي انت هتثبته من خلال الروت اللي موجود على التليفون بتاعك. بعد كده هتضغط على كلمه ليتس جو، هيبدا اللي هو يفلش لك او يفعل لك تطبيق ماجستيك زي ما انتم شايفين كده اصدقائي. وبعد ما ينتهي من عمليه التثبيت هيبدا يجيب لك الزر ده، هتضغط عليه. هنا يا صديقي هيبدا اللي هو يحمل ويعمل اعاده تشغيل، ممكن يفضل معاك واقف لغايه الاختيار ده وما يعملش اعاده تشغيل. طيب تعمل ايه؟ هتبدا اللي انت تقفل التطبيق خالص من الخلفيه، وبعد كده هترجع تشغله مره ثانيه، هيبدا اللي هو يشتغل معاك بدون ما تواجه اي مشكله. فتح معانا مره ثانيه بنفس الشكل ده اصدقائي، وهنا يا صديقي هنروح بقى نحذف تطبيق روت المستخدم الخارق اللي هو ده اللي انتم شايفينه ده، عايزك تاخد بالك منه. وبعد كده هنروح على السيتنج، وبعد كده هتروح على كلمه الجدران، وهنا يا صديقي هتبدا اللي انت تلغي التفعيل ده علشان الروتين ما يتفعلوش مع بعض. بعد كده هطلب اللي هو يعمل اعاده تشغيل، هضغط على الاختيار ده، هيبدا اللي هو يعمل لي اعاده تشغيل علشان يلغي لي تفعيل روت المستخدم الخارق. هيفتح معانا مره ثانيه بنفس الواجهه ديت يا اصدقائي، وزي ما انتم شايفين معايا ان روت المستخدم الخارق كان موجود معايا هنا اتمسح خالص. وبعد كده يا صديقي هبدا اللي انا اروح على روت ماجيسك، ولو رحنا على الصلاحيات زي ما انتم شايفين كده لسه التطبيق ما خدش اي صلاحيات، وبعد كده لو رحنا على السجل هتلاقيه شغال معاك ما عندكش اي مشكله، ولو رحنا على الاضافات تقدر يا صديقي ان انت تضيف اي اضافه داخل التطبيق وتستخدمها عادي. طيب تعالى بقى نروح نشوف هل التطبيق ده الروت ده شغال عليه ولا لا. هبدا ان انا اروح على تطبيق روت اتشكر، وبعد كده هضغط على الاختيار ده يا صديقي، زي ما انتم شايفين هيبدا اللي هو يحمل معايا، لازما اللي انت تضغط على الاختيار ده علشان اللي انت بتدي له الصلاحيه بتاعته. وزي ما انتم شايفين طالما جاب لك الهاتف باللون الاخضر وفي علامه صح، يبقى الروم ده موجود عليه روت وتقدر اللي انت تستخدمه عادي. وفي هنا نقطه مهمه جدا يا اصدقائي عايز اعرفها لك، لما بتيجي هنا تضيف لعبه فري فاير او لعبه ببجي او اي لعبه انت بتضيفها هنا داخل الروم ده، الروم ده بيشغل جميع الالعاب، بس اللعبه ذات نفسها هي اللي
اللي ما بتشتغلش داخل الروم الوهمي، علشان ده روم خلاف الروم الاساسي بتاع التليفون زي ما انتم شايفين كده، ده الروم بتاع التليفون وده الروم الوهمي اللي انت تقدر تثبت عليه الالعاب بتاعتك. هنا يا صديقي في نقطه مهمه جدا عايز اعرفها لك، وزي ما انا قلت لك في اول الشرح انا عايزك تتابعني خلال اليومين الجايين دول، علشان في تطبيق هينزل هيحل ليك مشكله تشغيل ببجي وفري فاير، وكمان تقدر ان انت تشغل عليه بيس 25 على اي تليفون 32 او 64 بت، لو الذاكره حتى بتاعتك 2 جيجا رام هتقدر ان انت تشغل جميع الالعاب ديت على التليفون بتاعك. وبكده يا صديقي يكون خلصنا الشرح بتاعنا. سلام.